حرف السين. حرف السين في الرقعة مجرد شرطة مائلة للأسفل بطول أو ميزان 3 نقاط، 1 2 3. طيب يمكن أن تأتي بأسنان، 1 2 3. طيب هنا هتبقى نقطة، وهنا نقطة ونص السنة الثانية. يبقى السنة الأولى نقطة والسنة الثانية، ولكن بهذه الطريقة أسنان فقط. يمكن أن تأتي السين مع الياء بهذه الوصلة، وصلة نازلة سين ياء، ويمكن أن تأتي بأسنان، هذه 1 2، ثم بقنطرة، ثم ياء برضو لا تنزل تحت السطر، هذه نقطة والسنة الثانية نقطة ونص، ثم قنطرة لرسم حرف الياء، والقنطرة دي هي السنة الثالثة للسين. طيب عايز ارسم سين ألف، وساعات اقول ارسم بدل ما اكتب، لان في الاول والاخير الخط رسم. سين باء سين الراء، وانا بعود دلوقتي كيف ارسم الديل ده عشان ارسم الراء. سين راء سين طاء وهالو عشان رسم الواو لا تنزل تحت سطر. جيم سين راء، هذا راء جسر. لو عايز ارسم السين بالاسنان تبقى 1 2 جسر مثلا. عايز اكتب شخص، يمكن السين بهذه الوصلة النازلة، واكتب شخص مثلا. في كل كتاباتي احاول بقدر الامكان ان اطبق قواعد، وخاصة الحروف التي تنزل تحت السطر والحروف التي لا تنزل تحت السطر. يمكن كلمة شخص تأتي ايضا، خد بالك الوصلة مقنطرة، وهذه الخاء والصاد. برسم بقدر الإمكان أحاول تطبيق قاعدة، وأن الصاد في الأخير تستقر على السطر. في الشين مع الهاء يمكن أن تأتي بهذا الشكل، والراء كالعادة نحاول نتعود على طريقة رسمها بالسين القلم. باء سين ميم زي بسم، ممكن أعمل بسم رقعة بالقنطرة هذه والميم. ميم مبسما مثلا، ميم باء سين وقنطرة
وميم ألف. نلاحظ دائما القاعدة بتاعتنا إن السطر بتاع الرقعة مائل على طول من أعلى لأسفل وهكذا. عايز أكتب مثلا مجلس، أدي الميم وصلة مائلة، الجيم الألف تعلو أربع نقاط، ثم السين عامل حساب إن الكاسة بتاعت السين بتاعت مجلس تستقر على السطر. مجالس نفس الكلام أهو، الزاوية دي قائمة لازم. أقدر أعمل السين المنتهية هذه بأسنان ولكن تبقى للقاعدة. مجالس